يا ربي بلطفك يا مرتجى الطف بنا وهيئ لنا فرجا. سألناك يا ربي بالقرآن وما فيه وبالسبع المثاني وبالذي أتى به وابته وبجلى آياته وحبه وأمر بحبنا القرآن فكان قبلنا من مكانا نزلته وبجمعه أمرت فلتحفظه يا مولانا كما قلت. فقد حوال الغير على تركه وهل تسمح يا مولانا بفعله؟ فلا نرضى بتركنا القرآن لأنه الدين مع الإيمان. فقدره عندنا لا يساويه كل الوجود ومحتوى عليه. فالقرآن هو عين الحقيقة والشريعة والعروة الوثيقة. أنت تعلم بحبنا القرآن وكيف حال القلب واللسان. فامتزج بدمنا ولحمنا والعروق والعظام وما فينا. أيا ربي بحقه لا تفجنا في ديننا يا مولانا لا تفتنا. يا ربي أجعل لدينك فرجا إنه واقف ببابك يرتجى. أو الغريب يا ربي لأهله قد ألم الفراق بأحبابه. أدركه يا ربي قبل وفاته وازلنا يا ربي في حياته. واجعل ديارنا ديار الأمن واحفظنا من كل مكر ومحنة. وأيدنا يا مولانا بروحك ووفقنا يا ربنا لأمرك. وحملنا الكبار والصغار وأمنهم فترهم حيارا. واصلح لنا دنيانا مع الدين وفي الكرب المكروم والمسكين. واغفر ربي لمن دعا بدعوانا وكلنا ولجميع خلانا. والحق بنا لشهود الجمال وما له من أسرار الكمال. وصلي يا ربي صلاة تمتلق بالمصطفى وعلى الأهل تصدق. وصحبه وانصاره والتابعين ثم الحمد لله رب العالمين.